يقول: من حج وعليه دين فهل حجه مقبول؟ ومن حج لزوجته بعد موتها فهل حجه مقبول لها؟ نعم، من حج وعليه دين فحجه مقبول، لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين، ولكننا نقول من عليه دين حال فليوفيه قبل أن يحج لسبق الوجوب، وجوب قضاء الدين على قضاء على وجوب الحج، وإن كان مؤجلا وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج أيضا ولا حرج عليه، لأنه قادر على وفائه في المستقبل. وأما حجه عن زوجته فهو أيضا مقبول إذا حج لها ويقول عند إحرامه: لبيك عن زوجتي فلانة، وإذا لم يعينها باسمها كفته النية.